تبادل الكفاءات والخبرات في مجال الصناعة التقليدية شكل محور المباحثات التي أشرتها وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة مروان مع كاتب الدولة لجهة بروكسل الوزير المكلف بالعمل الاجتماعي والأسرة والعلاقات الدولية رشيد مدران. كانت عندنا جلسة عمل جد مهمة مع الوزير اللي جاء من بلجيكا حول اتفاقيات اللي غتكون بين البلدان ديالنا في ميدان ديال الصناعة التقليدية وفي ميدان ديال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتكون شراكات ونتبادلوا تجربة بين البلدان ديالنا بجوج. وعندنا واحد تاريخ ديال الشراكة قديم بين المغرب وبلجيكا وغادي نكملوا في هذا الطريق. Nous avons beaucoup de projets ensemble, beaucoup de choses ont été faites. Il y a une vraie dynamique aujourd'hui. لدينا العديد من المشاريع المشتركة. لقد تم إنجاز العديد من الأشياء. كما هناك دينامية ملحوظة في المغرب على مستوى التكوين. لذلك علينا السعي وراء إيجاد سبل للاستفادة من تجارب بعضنا البعض. فالمغرب لديه تجارب مهمة في القطاع. فعلينا الاستفادة منه وكذا يكون القيام بتنسيق من مستوى عالي. Une collaboration fructueuse avec le Maroc. وتم التأكيد في هذا الاجتماع مع الوزير البلجيكي على أهمية تعزيز التعاون والشراكة بين المغرب وبلجيكا وتبادل الخبرات في مجال الصناعة التقليدية ما سيساهم في الرقي بالقطاع في كلا البلدين.